مشاهدي سوبرو تي في مكملين معكن بفقراتنا، ومن بعد البريك رجعنا لحتى نحكي عن موضوع مهم، موضوع مشكلة الوزن الزائد يلي الكل عم يتسير معه، ولكن في البعض عم يقدر يتخلص من هذا الشيء، عم يتبع أنظمة أو طرق معينة، وفي أشخاص كمان عم يكتسبوه بسهولة ولكن بصعوبة لحتى يخسروا الوزن يلي اكتسبوه، وكمان هذا الشيء يلزم جهد وقدرة على أنه هذا الشخص يقدر يخسر الوزن يلي كل اكتسبه. لحتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع، ومثل ما سمعنا حديثا كمان أنه في أنظمة غذائية تساعد على خسارة الوزن، ومن هل نظام هو الصيام المتقطع، لنعرف أكثر عليه وإيش الهدف منه. استضفنا معنا اليوم أخصائية التغذية فانيسا بطرس. أهلا وسهلا فيكي مدام عبر شاشتنا سوبورو تي في. مساء الخير، مرسي على الاستضافة الحلوة. مساء النور، وشكرا لك كمان تواجدك معنا اليوم. مدام، بالبداية ذكرتوا انه نحن بدنا نحكي عن نظام، اتوقع انه صار حديثا، وهل نظام هو الصيام المتقطع؟ شلون تقدري تخبرينا او تعرفي هذا النظام لكل حدا جديد سمع عليه او لكل حدا ما عم يعرفه؟ هو نظام غذائي وين الشخص بياكل بوقت محدد وبيرجع بيمتنع عن الأكل لفترة زمنية معينة، إن كانت خلال النهار نفسه أو خلال الجمعة. تمام. مدام، كمان انه كل نظام او اي شيء عم يكون له استخدامات وطرائق، تقدري تخبرينا ايش هن الطرائق لاستخدام هذا النظام؟ أوكي، هو مبدئيا في ثلاثة أنواع من الصيام المتقطع. أول شيء عنا صيام تبديل الأيام، أو بالإنجليش اسمه alternate day fasting، وين في نهار بناكل فيه ونهار ما بناكل نهائيا من صوم، أو فينا مثلا ناكل تقريبا شيء 500 سعرات حرارية. هذا أول نوع. ثاني نوع اسمه 5-2 diet، وين الشخص بيأكل لخمس أيام بالجمعة، أما شخصين من الجمعة ما بيأكل فيها، فيهم يكونوا هاليومين ورا بعض، أو فيهم يكونوا يعني حيال نهار نهارين من الجمعة فيهم ما يأكلوا فيهم. هذا تاني diet. وثالث واحد كمان اللي خاصه بالصيام المتقطع اسمه restricted time feeding، وين بناكل لفترة محددة خلال النهار، مثلا خلينا نقول 8 ساعات أو 6 ساعات، ومنصوم بقية النهار بيكونوا شي 16 ساعة أو 18 ساعة ما بناكل فيهم شي. تمام. هولي هن الانترميتنت فاستنج. مدام، ايش الفرق بيناتن بين هالطرائق اللي عددتي لنا؟ يعني هل في فرق بيناتن اما هن نفس الشيء؟ هن كلهم بيأدوا لنفس الشيء، بس انه الفرق انه هو توقيت للصيام، يعني اوقات في نهار كله عم ناكل نهار ما بناكل. هيدا اول وحده. ثاني وحده، خمس ايام عم ناكل يومين بالجمعه ما عم ناكل، يعني كل وحده حسب انه وقتينا اي متى نمتنع عن الاكل. واخر وحده بناكل مثلا 8 ساعات بنهار وبقيه الوقت خلال نفس النهار ما بناكل فيه، يعني حسب اي متى عم نصوم. تمام. مدام، كمان شلون عم يساعد هذا النظام، نظام الصيام المتقطع، على خسارة الوزن؟ هلا هو مثل ما وقت نقلل السعرات الحرارية بجسم الدايت العادي، هو مثله، لأنه وقتها نكون عم نصوم ما بنكون عم نفوت كالوري على جسمنا، سو كمان بصير فينا نضعف بهيدا الوقت. عادة ما يقارب 12 ساعة ببلش الجسم يحرق دهون كطاقة كرمال يمشي حاله. تمام. مدام، إذا بدنا نحكي عن هذا النظام بعيدا عن الوزن والدهون وكل هالأشياء، إيش الفوائد يلي عم يضيفها لصحة الإنسان؟ هو غير انه يساعدنا على ينخفض وزننا، بيساعدنا على كذا شغله. الصيام المتقطع مثلا بينزل التريكليسيريد الكوليسترول، بيقل الريسك تبع الكانسير،
السرطان، مرض السرطان بخفف الجسم تبعه، السكري بالدم بيساعد يتحسن، الفاستنج بلود جلوكوز بقشط الضغط، الالتهابات بالجسم بخففها، عنده كتير منافع هذا الدايت. تمام. مدام كمان عم يقولوا انه هذا الصيام عم يساعد الشخص لحتى يستهدف الدهون الصلبة مثل الدهون الموجودة بالبطن، هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ نعم، هذا الكلام صحيح، انه هذا الدايت بيساعد الفيسيرال فات اللي هن الدهن اللي جوات البطن اللي حوالي الاعضاء تبع الجسم، تل شخص يضعف كمان بيضعف بهذا الفيسيرال فات تبعه، وكمان السبكيوتينيوس فات اللي هو الدهن اللي تحت الجلد يلي بكل الجسم، كمان انه تنكون عم نعمل هيدا الدايت بيساعد انه ينخفضه. تمام. مدام كمان عم نسمع احيانا الشخص يلي بده يقلل من وزنه عم يقولوا له انه مثلا جسمك ما عم يساعد باتباع هذا النظام او هذا الدايت لفرضنا، هذا نظام الصيام المتقطع هل هو يصير لكافة الاعمار ولا لكافة الاوزان، ام في اعمار محددة او نظم معينة لحتى كل شخص يستعمله لخسارة الوزن؟ هلا ما لازم مثلا الاولاد اللي عمرهم 12 سنه او اقل ما لازم يعملوا هذا الدايت، او اللي عمرهم حتى 18 سنه او اقل بعدهم عم ينمو هول العالم ما لازم يتبعوا هذا الدايت، هو احسن مفضل انه شخص ادلت ما عنده مشاكل صحية مثل السكري وعم ياخد انسولين او شيء انه بيمنعه انه يصوم، لازم يكون شخص انه عنده شوي وزن زايد حابب يضعف، ومثلا الشخص اللي ضعيف كتير كمان ما لازم يلحقوا هذا الدايت، وبس انه معظم العالم فيهم يتبعوا هذا الدايت. تمام. مدام كمان نعرف بكل نظام غذائي أو بكل دايت عم يعمله الشخص لحتى يخسر وزنه عم يكون في أكل معين يأكله، لكن بهذا النظام نظام الصيام المتقطع وأثناء الشخص يقدر يأكل، هل في طعام متاح أنه يأكله ولا أي شيء يصير يأكله؟ هلا هو شخص يعني الحلو بالانترميتنت فاستينج انه ما ضروري يعد الكالوريز تبعه، في ياكل شو ما بده خلال النهار، بس اكيد يعني ما في ياكل اشياء كتير مأزية للصحة مثل بروسس فود ودونتس وقصص بتخلي مال يمشي كتير الدايت، يعني بده ياكل باعتدال على شبعته، ما ضروري يعد الكالوري تبعه، بس انه as long as عم ياكل بطريقة منيحة ما بيأثر بيمشي الحال هيدا الدايت معه. تمام. أو هل في مشروبات مسموحة أو ممنوعة ولا كمان يتاح له كل شيء؟ هلا بوقت السماح تبع الاكل في يشرب اللي بده، اكيد احسن يشرب اشياء بتفيد يعني ما بتأذيه مثل الكحول وغيرها، أما بالوقت للصيام هو مفضل ما يشرب شيء فيه سعرات حرارية، مثلا أكتر شيء يشرب ماي، بلاك كوفي يعني قهوة بلا سكر بلا حليب معه، شاي أو هيربل درينكس كمان بلا سكر معهم، في يستعمل بدل السكر artificial sweetener، هول مسموحين يعني كل شيء مشروب ما فيه سعرات حرارية فيه يشربه. تمام. مدام إذا بدنا نحكي كمان أكثر عن النساء الحوامل بعيدا عن أي شخص عادي أو عن أعمار الأطفال أو الشيوخ، تنحكي عن النساء، هل يؤثر هذا الصيام المتقطع عليهم في أثناء الحمل ولا لا؟ هلا بخصوص النساء الحوامل بكفيهم اللي عندهم، انه مش وقت هلا يعملوا دايت عم يغذوا الولد اللي بقلبهم وهيك اللي ببطنهم، فافضل يركزوا على حالهم وعلى صحتهم وعلى النمو تبع البيبي تبعهم، احسن ما يعملوا هيدا الدايت، وبعدين بعد الحبل بعد ما تولد المرأة فيها تعمل دايت مع اختصاصية التغذية تبعها ترجع لوزنها الطبيعي بعدين، هيدا مش هي وحامل فيها تعمل intermittent fasting بعدين.
تمام. مدام كمان نعرف انه لكل شيء في له فوائد او له ايجابيات وسلبيات. سابقا واثناء حديثنا ذكرتي لنا ايش هن فوائد الصيام المتقطع على صحه الانسان، تقدري تخبرينا كمان على السلبيات اللي عم يضروا بصحته؟ السلبيات مثلا هو في نوعين ناس، في الناس العادية اللي ما عندها كتير مشاكل صحية وحابة تضعف، إذا هن منهم معودين إنه يمرقوا فترة بلا صيام ممكن ينزعجوا، أول شي يحسوا بدوخة، يحسوا حالهم تعبانين، يقشروا شوي سكر معهم، هول أشياء هيك صغيرة ممكن تصير معهم. مشان هيك انه احسن نعمل دايت تدريجيا، يعني مثلا اول شيء يتعودوا نشوف كيف على 8 ساعات جسمهم بيحمل بلا اكل، وشوي شوي نصير نكتر الزمن، فترة الزمن تبع الصيام تبعهم، ونشوف كيف جسمهم بيتأقلم، وعلى الحالتين يعني الجسم قوي وقادر يتأقلم على هذا الدايت، بس ممكن مش من أول مرة تزبط معهم. أما الشخص اللي عنده مشاكل اللي بياخد أدوية، مش كل العالم فيها تعمل هيدا الدايت، في ناس بدها تراجع حكيمة، بدها تستشير الحكيم تبعها، مثلا اللي عنده سكري ممكن يقشط الجلوكوز عندهم بالدم، فمش كل العالم فيها تعملها لهيدا الدايت، بدهم يرجعوا لحكيمهم للي عندهم medical cases. تمام. مدام كلمة أخيرة إيش تحبي تقولي لكل حدا عم يسمعنا ويشوفنا عبر شاشتنا سبورو تي في؟ حابة أقول إنه intermittent fasting هو دايت كتير كتير healthy وحلو، حلو الواحد يتبعه، بيساعده إنه بيساعد نومه، بيساعد الصحة تبعه، منه غلط إنه يمشي فيه، بس بده الدايتيشن تبعه تساعده يعمله بطريقة منيحة، وهيك بتمنى الخير للجميع والصحة والعافية. أكيد نحن كمان نتمنى الصحة للجميع، ونتشكرك لتواجدك اليوم معنا وقبولك لدعوتنا لحتى تكوني معنا وتحكي لنا عن هذا الموضوع. شكرا كثير لك مدام. شكرا لكم لأنه استضفتوني.